حياتك؟ السكة وما عرفتوش احنا جينا فين ولا بنعمل ايه. احنا في القاهرة الشيخ زايد، افتتاح فرع مستشفى بهية فرع الشيخ زايد. احنا في الايفنت وما صورناش طول السكة عشان كنا نايمين خلاص، بننام وناكل، ما عملناش اي حاجة تانية. هنكمل بقى نشوف هنعمل ايه وهنصور لكم برضه حاجات هنشوفها هنا. لو في حاجات ينفع تتصور هنصورها لكم. والله البنت بتاعتك دي بحبها قوي. رشقة في اي حاجة. ايه؟ اشكال ايه؟ بقول رشقة في اي حاجة. ايه انت كده؟ هو انت صاحبة المؤسسة؟ كمان في تصورات اهي انا بدات اتعالجت وعملت عمليه بدر كامل وخدت الكيماوي والاشعاع وخدت هرموني دلوقتي فتره هرموني. واتعلمت الفيروس بصراحه تحت اشراف الدكتور ده وسلمان. اتعلمت كل حاجه، انا مكنتش بعرف اعمل اي حاجه، معرفش يعني اصلا خرز منين ولا اجيب ايه ولا اعمل ايه. اتعلمت ورشه الخرز وبدات اعمل خرز وبدات اشتغل في البدايات. بدات كل حاجه بدات معاها تبدا معايا ضغط بهدوء السنه ده تحملتنا كتير والحمد لله. نفسيتك فرقت، نفسيتك فرقت. انا عايزه اسالك يعني قبل طبعا اول ما عرفتي الحكايه وخبر وحسيتي ده وقلتي حياتك انتهت، فرقت قد ايه النفسيه لما بديتي في الورشه والدعم النفسي؟ احسن بعد يعني وانا في مستشفى بدات احسن. كان حياتي قبل كده كانت يعني مش حلوه قوي، بالعكس يعني احنا حلوه جدا. الحمد لله على السلامه حبيبتي وتسلم ايديكي بجد، شغل جامد جامد. أجمل منك لم ترى قط عيني، قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل.
وجنب المصطفى كالورد نادي الله الله وعذر ما يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعذر ما يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نواله كل العباد وعم نوالها كل العباد وحابة أغني معاكم أغنية تغنوها معايا ماشي؟ اوه يا للي يا للي يا للي يا ابو العيون السود يا خلي اوه يا للي يا للي يا للي خليك على كيفك تملي يا عيني يا للي يا سيدي يا للي يا روح يا للي يا عيني يا للي يا سيدي يا للي يا روح بعمل مكرميات بس انا ما رضيتش اعمل مكرميه اللي هي كله طالع الجزع الشجره وانا عايزه اسالك يا هنيه انت عامله بيتش لا مش عامله صفحه على الفيسبوك مثلا انا اللي بعمله الحمد لله ان شاء الله يعني هم أيوة حاجه مستنيين يعني بيطلب مني الحاجه وانا بشتغل بمزاج أيوة مش باين. مش بشتغل عشان وكمان بشتغل عشان القرش بس احنا مش حكايه فلوس عندي انا بشتغل عشان ليا مزاج في حاجه معينه انا عايزه انام